انا والله يا كابتن مدحت، عايز اسالك سؤال مباشر. اتفضل يا كابتن مدحت. وميدو جابر السنه دي فين؟ والله احنا بنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون في نادي الاهلي يا رب يعني ان شاء الله. طب الموقف وصل لفين؟ والله هو لغايه دلوقتي هو مكمل في نادي مصر المقاصه، الى ان يعني نادي مصر المقاصه هو صاحب القرار دلوقتي يعني في طبعا في تحرك ميدو جابر يعني. يعني الاهلي عرض المفاوضات ماشيه ازاي؟ والله هو النادي الاهلي بيتفاوض مع معاهم وبيتكلم ومستني رد نادي مصر المقاصه بالموافقه. هو وصل في الاول رد نادي مصر المقاصه يعني، ومصر المقاصه لم يبت في الامر بعد. لا لسه لا. هل ميدو جابر مضى عقود او حاجه؟ مدى عقود فين؟ في الاهلي؟ لا 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 لا، نادي ميدو جابر يعني من اللعيبه يا كابتن مدحت. الحمد لله انا كنت سامع حضرتك دلوقتي وانت بتتكلم على الموضوع اللي فات. احنا زي ما انت حضرتك بتقول فعلا احنا عندنا مشكله في 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 تفكير اللعيبه نفسها وفينا احنا كمان كوكا، لان انا بقى معايا لعيبه ومضيه هنا ومضيه هنا ومضيه هنا، بتبقى مشكله كبيره جدا يعني. لكن هو اللاعب اللي في الاول لازم يحترم المكان اللي هو فيه. بالظبط. رقم واحد يعني. بالظبط. لان المكان اللي هو فيه ده لازم الاول يوافق ويرتضي بالمكان اللي هو رايحه، وبعد كده يفكر يمضي في المكان ده. صحيح صحيح. طيب انت باحساسك كده يعني الصفقه في طريقها الى الاتمام ولا هناك عراقيل كبيره؟ والله يا كابتن مدحت انا اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الصفقه تتم ان شاء الله باذن الله، وعندي امل في ربنا ان شاء الله انها تتم على خير يعني ان شاء الله باذن الله. تمام. وعشمان يعني في سياده اللي هو محمد عبد السلام ان شاء الله باذن الله ان هو يساعدنا، لان ميدو جابر يعني يعتبر ابنه يعني بصراحه. هو ولد محترم جدا. له فضل كبير جدا سياده اللي هو محمد عبد السلام في وجود ميدو جابر في نادي المقاصه على فكره. يعني تمام. يعني عمل اللي ما يمكن عشان ان شاء الله ميدو كان يبقى موجود في نادي مصر المقاصه. فاحنا بنامل ان شاء الله باذن الله ان هو يساعده، وان شاء الله باذن الله يكون له مكان في النادي الاهلي ان شاء الله. يعني انا بلغني ان كان في جلسه مع كابتن عبد العزيز عبد الشافي النهارده، وكان هناك حوار، وان الصفقه عليت ل 8 مليون مع اعاره احد لاعبي النادي الاهلي. الكلام اللي انا بقوله ده له اي يعني مكان من الحقيقه ولا كلام فاضي؟ لا لا لا، ما حصلش يا كابتن. ما حصلش خالص. لا لا لا. اذا ده كلام فاضي. اه تمام. هما حد قاله لي في التليفون في ودني الحقيقه، مش كلام انا يعني. لكن احنا ان شاء الله باذن الله منتظرين، وان شاء الله يعني عندنا امل في في ربنا سبحانه وتعالى، ثم في سياده اللي هو محمد عبد السلام. ان هو ان شاء الله باذن الله يوافق على عرض النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله. اشكرك يا وليد، اشكرك. شكرا جزيلا. تحت أمرك. شكرا جزيلا. ولأن موضوع